النصيب يقع في المركز العاشر برصيد 20 نقطة. مباراة النهاردة تقرب حرس الحدود في حالة الفوز كثيرا من حرس الحدود. تتلعب الكرة على طول أمامية الممدوح. ممدوح بتتلعب ناحية اليمين لعمر بدر. عمر بدر تلعب على طول عرضية ولكن بتصل في النهاية إلى إبراهيم الجرايحي. تلعب الكرة ده محمد ميكي واحد من نجوم حرس الحدود السابقين. تتلعب الكرة على طول أدى عمر بدر. عمر بدر رجب بيلعب العرضية وأدى ممدوح ولكن بتصل في النهاية إلى حارس المرمى إبراهيم الجرايحي. إبراهيم الجرايحي حارس مرمى بروكسي لمصطفى جمال كابتن الفريق وابن من أبناء حرس الحدود لمؤمن عوض مؤمن مخطوفة لبروكسي لحسام بركات. حسام بركات وتسديدة. خلي بالك من حسام بركات. 9 في بروكسي الهداف عنده 7 أهداف و9 في حرس الحدود الهداف عبد الله محمود احد اللعيبه اللي لعبوا في الدوري الممتاز مع سيراميكا كليوباترا. تتلعب الكره على طول اماميه لابو جوده. ابو جوده والبطل وبياخد البطل. احمد شديد قناوي بيلعب بشماله جديد بيلعب العرضيه الارضيه من ابو جوده وبتعدي بسهوله ولكن بتصل في النهايه الى القط وتطلع وتبقى ضربه ركنيه من الناحيه الثانيه ناحيه الشمال اللي الطبيعي هيلعبها لعيب بيلعب مسك كرة ممدوح هو هداف الدوري. تتلعب الكرة على طول رمي التماس تتلعب على طول ناحية اليمين لعمر. عمر بيلعب لابو جودة بيطلع البطل لأدهم. أدهم مخطوفة مرة تانية في وسط الملعب لعمر ظهير أيمن على أعلى مستوى. يا سلام يا سلام يا عمر. الله عليك يا عمر يا رجب. لسه بقول لحضراتكم ظهير أيمن على أعلى مستوى يتألق عمر رجب. يا سلام تسلم يمينك لتكتسي المقدمة باللون الأحمر ليتقدم حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء. لسه بقول لك من ثانية واحدة خدها مني المباراة فيها أهداف الهدافين هيشتغلوا ممدوح وحسام بركات. عمر رجب يسجل الهدف الأول في هذا اللقاء والهدف الأول له في دوري هذا الموسم مع حرس الحدود. عمر رجب يتألق وتكتسي المقدمة باللون الأحمر لحرس الحدود. 0-1 الكلام بيبقى غير التوجيهات بتبقى غير. أحمد فهمي وضربة حرة تتلعب العرضية ولكن فين وتبقى ضربة مرمى السكة زي ما قلت لحضراتكم متقدم 2-0 وتكرنس النهاردة عنده 16 ولو كسب يبقى 19 يخش في أجواء القمة اللي هي زي ما بنقولها من الفرق ما بين الدور الأول والدور الثاني 10 نقاط. واقع على الأرض ديت هيلعب بشماله وجودة وتسديدة ولكن فين توصل مرة تانية وبعيدة وتطلع وتبقى ضربة مرمى. الأربع دقايق مر منهم 3 دقايق. تتلعب الكرة على طول ولكن استغرقنا أكتر من دقيقة في وقوع صبري على الأرض محمد مصطفى على الأرض. أعتقد بعد كرة كريم عماد هنسمع صافرة العباسي. كريم عماد بيلعب الأمامية وبعد كرة كريم عماد أطلق أحوى دوري خارج التوقعات اللي اعترض على تفعيله الكثير لكن نجاح الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام في وجوده خاصة إن في 14 فريق لعبوا في بطولة بنين أيضا مع جيل 85 بعد وفاة كابتن محمد علي قبل البطولة مع الكابتن محمد رضوان. تطلع وتبقى رمي التماس هو شقيق محمود شديد لاعب الإنتاج الحربي الأسبق. تتلعب الكرة على طول أمامية معدية الكل توصل لباستن وتسديدة من مؤمن عوض وتطلع وتبقى رمي التماس أيضا مؤمن عوض اللي أمام حضراتكم من مواليد 2001. مجموعة صغيرة في السن وجراءة من محمد ميكي النكم الكبير محمد ميكي. طبعا محمد ميكي كان موجود في بطولتين حرس الحدود. توصل الكرة لي أحمد شديد يا ولد يا جديد شوفت لعبت ازاي وعرضية والتسديدة حلوة يا جديد. الحلو ما يتقالش عليه وحش يا أحمد يا جديد والتسديدة من القطة وبتطلع ضربة مرمى رجله تتلف في حرير
شوف مانويل جوزيه في النادي الاهلي في الجيل الذهبي للنادي الاهلي كان بيعتمد عليه اعتماد كلي، احمد شديد اللي هم حضراتكم، سواء في كاس العالم للأندية او في بطولة دوري ابطال افريقيا، توصل الكرة على طول وتسديدة من القط بعيدة وما تتلعبش كده يا عمار، توصل لأشرف، أشرف لحسام، حسام لأدهم، حمادة، ممكن الهدف الأول، ممكن الهدف الأول، مش ممكن، مش ممكن يا أدهم، مش ممكن يا أدهم، واحدة من بتوع نص الملعب، أدهم عايز يستنى ويلمس، ما بتتلمش كده هنا خالص يا أدهم، فكر تفكيرين، الأول إنه يلعب في المرمى والتانية تفاجئ إن الكرة قدامه، شوف أدهم حمادة، لعب لعمار، الوان تسرية ولد يا حسام، عايزها على طول بشمالك، ده أنت إيه؟ ده أنت بوسطك رقصت الدنيا. كنت ممكن تتحط في المرمى ويتعادل بروكسي. المباراة لسه فيها كتير، وافتكر كلامي واحنا في الدقيقة 64، ادهم حمادة من حسام بركات، ولسه بقول الاثنين زملوا بعض في نادي الزرقاء، وحسام بركات في هذا المسيرة النجاح حتى الان. تتلعب الكرة على طول امامية وبتعدي الكل، وايه ومدي ايه مدي ضربة ركنية، بروكسي بيطالب ركلة الجزاء، وتوبة بيطالب بركلة الجزاء، وهو مدي ضربة ركنية، والعباسي هو قاضي اللقاء وهو حكم المباراة وهو الأقرب للكورة وهو اللي شايف اتلعبت صدت لمسة يد، ولكن تقديرة الحكم مدي ايه اتلعبت أمامية لقاها في ايده، لقاها في ايده، لكن توصل لأحمد فهمي بيلعب العرضية ومين على طول، تتلعب أمامية لحسام بركات، اعتراض تاني لفريق بروكسي وتسديدة حلوة، يا سلام، مش ممكن، مش ممكن، من ده اعتقد وانه محمد صبري مميز، محمد صبري في التسديدة، هو بالفعل محمد صبري، تسديدة مكانها الشبكة، يا ولد يا كريم يا عماد، من هنا للصبح، الكرة الماضية اللي ما بين خالد سامي وحسام بركات، مش ممكن تسديدة، ولكن كريم عماد هنشوف أدى التسديدة وده محمد صبري ومكانها المرمى، لمسها كريم عماد، عايزين الكرة من الأول، عايزين الكرة، بطل وحط رجله في التوقيت المناسب، محمد البطل مساك بروكسي. مباراة زي ما قلت لحضراتكم فيها جري كتير وفيها كلام كتير متحفظ من الاتنين مديرين فنيين، وتسديدة حلوة وهدف، يا سلام، هدف جميل جميل جميل، لمين؟ للبديل اللي لسه نازل، محمد عبد القوي، عشان يتعادل فريق بروكسي بنتيجة 1-1. النهاردة مش يوم الهدافين، لا يوم حسام بركات في بروكسي ولا يوم محمود ممدوح في حرس الحدود، النهاردة يوم عمر رجب اللي اول مرة يحرز في مرمى فريق بروكسي، وايضا النهاردة عبد القوي اللي اول مرة يسجل في فريق حرس الحدود. اتلعبت حلوة من ادم، والتسديدة ده مين؟ ده حسام بركات، الجلاد حسام بركات، وعملها البركة حسام بركات، ده اللي لعبها له عبد القوي، وحسام بركات اللي اكتوى بناره القناة ومصر المقصة، بيني العباسي لقاء بحرس الحدود وبروكسي بالتعادل الإيجابي 1-1، ليصعد فريق حرس الحدود.